رئيس الوزراء يقرر إطفاء صفة النفع العام على عدد من المؤسسات والجمعيات الأهلية. رئيس الوزراء يصدر قراراً بتحويل فصول كلية البنات الأزهرية بالمنيا الجديدة لكلية مستقلة. وزير الدفاع يصدق على قبول دفعة جديدة من المجندين أبريل 2019. وزارة الصحة تعلن إغلاق منشأتين تدار بواسطة منتحلي صفة أطباء بالقاهرة والجيزة. لجنة تعديل قانون الجمعيات برئاسة غادة والي تضع خريطة الحوار المجتمعي. وزارة القوى العاملة تعلن صرف 100,000 جنيه مستحقات ورثة متوفى بالسعودية. قناة السويس تحقق رقما قياسيا جديدا بعبور 60 سفينة بحمولة بلغت 4.3 ملايين طن. حزب مستقبل وطن بالقاهرة يتبرع ب100 سرير لدار مسنين ويوزع ملابس لكبار السن. محافظة القاهرة إزالة 40 عشة منزل بعشوائيات ترعة الطوارئ حتى الآن. محافظ الفيوم 22 مليون جنيه تكلفة الإنشاءات بالمدرسة المصرية اليابانية بسان نوريس. وزير التنمية المحلية يتفقد مدرسة يابانية وأعمال تطهير بحيرة قارون بالفيوم. ضبط 30 سائقا لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة. ضبط 2215 هاربا وتحصيل 120,000 جنيه غرامات في حملة أمنية بالغربية. غدا أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرية، والصغرى بالعاصمة 15 درجة.